السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. اليوم راح نتكلم عن موضوع جدا مهم ضمن الكلايمت تشينج، ألا وهو تصحيح التحيز. بالمناسبة تقدر أنت تسوي تصحيح التحيز على البيانات التاريخية، يعني مو شرط إنه أنت اللي تسوي على الكلايمت تشينج الفيوتشر ديتا، لا تقدر تسوي على الهيستوريكال أند بريزنت ديتا. شلون أنا أصحح التحيز؟ أنا عندي مجموعة من البيانات، سواء كانت بيانات تخص الميترولوجيكال داتا، انواع جويه او هايدرولوجيكال داتا، بيانات تصاريف معينه، اي بيانات كانت انت تحتاج تنزلها. مثل ما نعرف ان هاي البيانات من راح ننزلها، مثلا سواء كانت الكلايمت داتا تنزل بانه من الجلوبال كلايمت موديل او باستخدام برامج خاصه تستخدم لنمذجه مناخ الارض، نزل البيانات. هاي البيانات بالاعتماد على البيانات التاريخية المفروض احنا شنو نسوي لها؟ نسوي لها تصحيح تحيز. ليش؟ لان احنا لازم هاي البيانات اللي ناخذها اللي نخمنها للمستقبل ناخذها لازم تكون دقيقة، الاكوريسي مالتها عالية حتى قدر الامكان من نستخدمها نقدر ناخذ التنبؤات الخاصة بالتصاريف المستقبلية تكون دقيقة جدا. لذلك لا يعني لابد انه نجري عملية تصحيح التحيز للبيانات. هسه نجي حتى نفهمها بشكل اكثر، لان هذا الموضوع صراحة جدا مهم. راح اشوفكم انا كم صورة نوعا ما يمكن تفيدكم هذه الصور. هسه انا اول شيء عندي صورة هنا، احد يسألني انا وين استخدم البيانات راح اشوفك هنا. لاحظ هنا عندك اما رو كليم الديتا راح تروح تستخدم من احد طرق التحيز، هاي ذاك لك طريقتين لا على التعيين. المهم من نسوي تصحيح تحيز بيسا كوركشن سواء بطريقه طريقه التحجيم او طريقه الكوانتيتيف مابينج، راح تقارنها مع الاوبزرفيد داتا او احنا نسميها الهيستوريكال داتا. بعدين هاي البيانات وين تاخذها؟ تروح تسوي لها تستخدمها بسوات، تمام؟ اي برنامج هيدرولوجي، هاي لا على التعيين. نجي راح اشوفكم بعد صوره ثانيه نوعا ما، هاي راح تكون اوضح. اي هاي نعم، عندك البيانات اللي انت لا خاصه مثل بالكلايمت ديتا تنزلها انت اما من جلوبال كلايمت موديل او تسوي لها داون سكيلنج وتنزل البيانات الخام اللي هي الخاصه بالريجنال كلايمت موديل، اما البيانات المناخيه الاقليميه او البيانات المناخيه العالميه راح تدخل تاخذ من تاثير الاعتبار نظر السيناريو الخاص بتركيز انبعاثات الغازات الدفينه، بعدين نسوي لها يعني statistical downscaling حسب يا طريقة تستخدمها بالdownscaling تستخدمها. بعدين راح تسوي تصحيح تحيز. هذا تصحيح التحيز حتى أنت تضبط بياناتك المستخدمة ما أنه متحيزة إلى اتجاه من الآخر، لأن نعرف أنه البيانات اللي ننزلها إحنا من الغلاف الجوي تكون متأثرة بعدة عوامل، يعني تأثير ضغط الأرض غيره، يعني هاي أمور. فراح وراح تقدر تقرأ أي بحث تتناولها بالتفصيل. فعندك عدة طرق انه انت تقدر تسوي بها تصحيح تحيز يسموها البيزا كوركشن. هسه راح نجي نتناولها بالتفصيل. البيزا كوركشن لاحظ هنا عندك هسه او اوضح لكم اياها هنا بهذه الصورة تكون اوضح. الطرق الخاصة بالبيزا كوركشن هي هاي، تمام؟ اللينير، عندك طريقة اللينير سكيلينج، وعندك طريقة الدلتا تشينج كوركشن، وعندك طريقة هسه انا اعرض لك الاسماء، انت اي طريقه تريد تستخدمها تروح تكتب مجرد اسم الداقوله لك هنا وتروح عندك 6 طرق لحد الان موجوده تستخدم بريف حتى الديسكريبشن وصف للفيزا كوركشن ميثود. الطريقه الاولى اللي هي اللينير سكيلينج، تمام عيني؟ اللينير سكيلينج، اللينير سكيلينج هاي الطريقه امتى نستخدمها؟ هاي البيربوس مالتها المين مونثلي كوركشن، تصحيح البيانات الشهريه فاكتور از يوز فور ديلي بريسيبيتيشن، تستخدم للبيانات الأمطار اليومية. It is simplest visa correction، طريقة جدا بسيطة تستخدم. يعني الكونسبت مالتها المن يستخدم للريجنال كلايمت موديل وغيرها، فهاي تقدر أنت تقرأ أي بحث خاص بأي طريقة. الطريقة الثانية عندك طريقة الدلتا تشينج كوركشن، عندك الطريقة اللي بعدها اللوكال انتنسيتي سكيلينج، وعندك الباور ترانسفورم البي تي، عندك الفيرنس سكيلنج، وعندك الطريقه الاخيره الديستريبيوشن مابنج، وهاي تعتبر ادق طريقه. لاحظ هنا معطيك ريفرنس على كل طريقه ممكن نستخدمها او تستخدمها، انت لا على التعيين، يعني باي وقت انت تشوف الفيديو بي راح تقدر تلاحظ هذه الامور. عندك هاي اهم بيانات انه انت تحتاجها، هاي البيانات
بالتدقيق. فعدت الفيزا كوركشن ميثود هاي الطرق اللي سبق وتناولناها 6 طرق والبيربوس الخاص بها. راح اشوفكم هنا على حسب البريف مال يعني البحوث السابقة. لاحظوا هسه هذا بحث معين مستخدم عنده كشمة، وهاي الكشمة مقسمة الى سبايزنات. هاي السبايزنات هاي البيانات الاصلية الخام اللي نزلها من الريجنال كلايمت موديل بدون ما يسوي لها اي عملية تصحيح للتحيز. من قارنها مع الاوبزرفيد داتا، هاي قيمة الناش وهاي قيمة الار سكوير. نجي استخدم الطرق الستة البقية وقارن يا هي اللي صححت التحيز بصورة اكبر. لاحظ ان هاي اللوكال سكير، الدلتا تشينج غيرها. لاحظ اكثر وحدة انطتها انه قيم مضبوطة افضل، مثل ما نقول هي الدلتا تشينج. هاي الطريقة لاحظ تكون دائما قريبة، قيمها الار سكوير قريبة من الواحد وكذلك الناش. لاحظ بعد هسه تلاحظ هنا ايضا عندك هاي الصورة نوعا ما راح توضح لك نسبة الايرور. هاي ناش يقيس، يقيس اللي هو البوكس بلوت، يوضح لك طريقة الابسوليوت ريليتيف ايرور. لاحظ هاي الطرق مثلا هنا انا قايسها بالنسبة للبريسيبيتيشن، تمام؟ فلاحظ هنا نسبة الايرور. شوف لاحظ هنا اول شيء البيانات الخام ايش قد بيها نسبة ايرور، وطرق التحيز هاي شوف هاي ايش قد قللت الايرور، هاي ايش قد قللت الايرور، هاي كذلك هاي كذلك. لاحظ الدلتا تشينج ايش قد قللت الايرور، كاد يكون صفر اصلا ماكو ايرور. والدليل هسه انت من ترجع للصوره هنا لاحظ قيم ناش وقيم الار سكوير الها ايش قد. فهذا الشيء كلش راح يكون انه يفيدك انه اذا انت تريد تشتغل على طريقه واحده، واذا انت تريد اصلا تسوي بحث عن طرق الكوركشن الخاصه بالبيانات فانت تلقائيا تروح على البيانات الاصليه. فمثل ما نلاحظ هنا هاي طرق البيزا كوركشن وسبق وتناولناها، تقدر هاي اي طريقه تستخدمها. اذا كان بحثك تريد تدرس طرق البيزا كوركشن كلها وتتناولها فتتناولها بهاي الطريقه، اذا لا تريد تعتمد طريقة واحدة إذا كان يعني بحثك مو متخصص فقط بتصحيح التحيز وإنما تريد تستخدم أنت طريقة واحدة من هاي الطرق حتى أنت تقلل التحيز أو تصحح الترسيب اللي صاير بالبيانات، ممكن تكون تحيزها إلى اتجاه دون اتجاه الآخر. فتقدر تعتمد البحوث السابقة وتشوف يا بحث يطاق من تسوي evaluation، يعني evaluation تقييم للطريقة أنطتك نتائج أفضل أو قريبة يعني تكون perfect، فتقدر تستخدم هذه الطريقة استنادا للبحوث السابقة. إن شاء الله تكون هاي المحاضرة أمامكم. وأيضا تقدر تسوي أيضا الأبسوليوت ريفر اللي سبق وتناولنا وسولفنا عنه اللي هو هذا اللي تلاحظ هنا. شوف لاحظ الأبسوليوت ريفر ايش قد طلع، إذا الإيرور هنا لاحظ هنا بهاي الطريقة يكون كاد يكون صفر، لكن بعض الطرق نوعا ما أيضا مثلا هذا يكون مقبول، هذا يكون أكثر، هذا يكون. فإن شاء الله تكون واضحة. بس لاحظ إن كل الطرق مهما تكون أن تقلل لك من الايرور نسبة اذا كان البيانات اصلا خام وما متقلل بها نسبة الايرور الاصلي. لهنا تتم محاضرتنا لهذا اليوم الخاصة بالبيزا كوركشن، وقلنا احنا نقدر نسوي لها ايفالويشن الطريقة اللي نستخدمها باستخدام اكثر بارامترات احصائية الستاتستيكال بارامتر اللي هو ناش بلس ار سكوير. ناش وار سكوير كلش كافيات انه ينطونك اندفيكيشن عن هذه الطريقة المستخدمة بالكوركشن. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار بخصوص طريقة تصحيح التحيز تقدرون تراسلونا إن شاء الله ونوضحها لكم. لكن شلون نستخدمه؟ إن شاء الله من راح نستخدم تصحيح تحيز على بيانات فعلية، وهذا لكنها فقط توضيح لفلسفة الموضوع. نلتقي بكم إن شاء الله على فيديوهات قادمة إن شاء الله، وأيضا نوضح لكم طرق جديدة أخرى. دمتم بأمان الله وحفظه.